نفسي لكم اي حاجه. لا لا انت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكلمت على الله روح. ميرسي قوي ربنا يخليك. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله. اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه بيبقى الخفه الزحمه خفت وبيبقى إيه عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه لفحه والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان لفحه جديد في لهفه. ايه لهفه حلوة قوي. شوف لهفة. أيوة حلوة قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. أريا شوف بابا خرب بيتك. أنا عرفتك السودة. ألو مساء الخير. مساء النور. أنا لسه لهفة معايا. أيوة أنا لهفة. مين؟ معقولة مش عارفة صوتي؟ لا مش عارفة. مين حضرتك؟ ما سمعتيش صوتي في التلفزيون في الافلام. مش هينفع كده على فكره. انا اقفل انا ولا تقفل انت؟ لا لا استني استني انا احمد السقا. بس يا بابا بس يا سكر. طب والله يا احمد السقا. طيب عايزه اماره. كلمني بلهجه فيلم المصلحه كده. تقيله شطتك يا وليد بيه صح؟ ارتاح انت وليد بيه. حبيت حبيتك من بين الناس. حبيت حبيتك أجمل القلقاس. هترجعي لي يا ساندي ولا إيه؟ لا عشان انا زعلانه منك يا ايمن وزعلانه منك قوي كمان. انت وديتني دريم بارك وما ركبتليش هناك ولا لعبه ومشيتني وانا نفسي مكسوره. ما عشان قالوا لي هناك ان انت لو ركبت اللعب هتبوظ. مش هينفع هما ما عندهمش غير اللعب دي. هيعملوا ايه؟ يضحوا بكل الناس اللي هتلعب عشان انت تتبسطي. ماشي طيب. افتكرت البرج. قلت لك نفسي يا ايمن اروح معاك البرج. نفسي يا ايمن اشوف مصر من فوق. ومصر ذنبها ايه انت تشوفيها من فوق؟ يا ايمن عايز اشوفها كده في جو رومانسي وحالم. ما انا وديتك يا بنت صاحب البرج. جه قال لي لو خطيبتك طلعت البرج مش هيبقى برج هيبقى عماره عاديه. اعمل ايه؟ ماشي طيب سيبك من البرج وسيبك دلوقتي من دريم بارك. اقول لك عايز اروح معاك النيل. في واحد بيحب واحده ما بياخدهاش في مركب في النيل. نركب كده مركب ونعمل كده تايتانيك. يا بنتي اذا كان تايتانيك السفينه العظيمه غرقت في البحر الكبير النيل ذنبه ايه يتحمل مسؤوليته؟ عارف يا ايمن انت اصلا بتاع بقه وبس. خلاص يا ساندي انا عموما لا انت ولا غيرك. انا خلاص تبت الى الله وهعمل عمره وهقعد بقى في الجامع. نعم يا اخويا يعني مش هتتجوزني؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي تعالي. معلش يا بابا سوري. انت وقعت ولا كنت نايمه تحت السرير؟ لا انا كنت بحلم بس سوري. انت لسه ما جستيش يا لهفه. يلا بسرعه بسرعه عايزك تشرفيني قدام السقه. ده ابن حبيبي انا اعرفه قد كده. يا ما هزكته ولزقته في السقف ويزر ما شاء الله. ادعي لي يا بابا ادعي لي لان حاسه ان دي فرصه جات لي من السما. ما تنسيش تسلميلي عليه. ها وبجيب سيرتي في السكه كده. بابا اقسم بالله لو بقيت نجمه انا هظبطك. هو ده العشم برضه. علشان احنا مع بعضينا ومحدش بيبص علينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة بس. شكرا يا مرتديلا. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. الله يسلمك. انت رايح فين؟ اللي رايح فين؟ هدخل معاكي طبعا. هتدخل معايا فين؟ انت عايز الراجل يقول عليا ان انا مش بروفيشنال وجايبه حد معايا؟ طيب قولي له ان انا الحارس الامين بتاعك. الحارس ايه؟ انت شكلك مش حارس خالص يا مرتديلا. طيب ماشي انا هستناك هنا بس فاهمين لو هبت منه انا هخش. ماشي اوكي متشكره قوي يا مرتديلا. العفو. باي باي باي.
بونجور صباح الخير. اولا هاو ار يو؟ فاين ثانك يو. استاذ احمد بعتذر جدا لعدم المجيء. يعني هو مش جاي ولا ايه؟ هو في الجيم. انا والله يعني سبت الدمبل وجيت مخصوص عشان اقابل حضرتك. طب ما هو في الجيم يعني ممكن يخلص ويجي، انا نفسي اشوفه قوي. والله انت عارفه حياه الجيم يعني ملهاش اوقات محدده، لان الواحد بيبقى مخلص بنج بيبقى مش مستقر، يلعب باي تراي هواي كده يعني، ممكن يخلص على واحده بالليل. هو بصراحه يعني بجد بسم الله ما شاء الله عليه في الاكشن خطير، فحقه اللي هو يروح الجيم كل يوم فعلا. ميرسي جدا. انا مدير اعماله على فكره، مدير اعماله الشخصي. يعني انا الكل في الكل. طب حضرتك المدير اعماله يعني بتعمل ايه بالظبط؟ مفيش اي حاجه بيختارها غير من خلالي حضرتك، يعني بياخد رايي في السكريبت، بياخد رايي في الشخصيات، ياخد رأي الممثلة اللي هتقف قدامه مين. طب حضرتك بجد يعني أحسنت الاختيار. أنا على فكرة بعشق التمثيل، يعني التمثيل في دمي والله، وأنا متلونة جدا، ممكن أعمل لك أي دور أي دور أي دور هتقدمه لي هعمله لك. والله أنا شاملة. حضرتك شاملة؟ حضرتك على فكرة من ساعة ما قعدت وأنت مفكرني بحد، بس مش عارفة. يعني هو 89% بيقولوا لي إن أنا فيها شبه كبير من براد بيت بس على اسمر شويه. مش عارفه حاسه فيك حاجه مصريه قوي زي الاستاذ وائل نور. لا لو حضرتك عايزه تفكري فكري في الممثلين بره، يعني مثلا قالوا لي شاروخان بس لا. انا ابيض شويه. كابتن ميدو، احمد حسام ميدو. لما كان بره مصر، لما رجع بقى فيه شويه اختلافات شويه. انا شايف ان احنا بقى ناكل حاجه بالمناسبه السعيده دي. بس برضه ما يدروش عليه. كله من هند صبري، هي السبب. عمالك زرزور قال لها اهون عليكي تهوني عليا، راح عمل لها كده راحت خافت وجريت ضربها بالطلقه في ضهرها وحرق ابراهيم الابيض. لا كله من عشري، لان هو اللي خانه وباعوا الفلوس. بس يا متخلف، عشري مش هو اللي خاين. لا عشري اللي خاين، المؤلف هو اللي خاين يا غبي. عشري اللي خاين، هو عشري اللي كتب الفيلم. لا ماليش فيه، هو عشري خاين. حد قدر عليه؟ محدش قدر عليه، وما حرقوه بس هو ما بيتحرقش. انا بقى عملت له صينيه كوارع عشان يعرف يرم بيها عظمه ويتخنق حلو. هو مش جاي اصلا. مش جاي يعني ايه؟ ده انا سهرانه طول الليل قدام سيبي صفرة والشيف الشربيني وعلاء. علاء مين؟ ابن الشيف الشربيني. الشيخ الشربيني؟ يا نهار احوس، ده انا بحبه قوي يابا، ده انا نفسي اصلي وراه. شوفي احنا بنعمل فيلم بيج برودكشن، الفيلم ده انتاج بولندي كرواتي روسي مشترك. واضح انه عمل ضخم جدا. استاذ احمد بيعمل شخصيه سبايدر مان. واو. انا قلت واو اول ما جالنا الفيلم، قلت له اعمله يا صاحبي. ممكن بقى تعملي شخصيه صاحبه سبايدر مان اللي هي مش عارفه ان هو سبايدر مان، بس هي عارفه من جواها بس من براها لا. انا ندمان ان انا قلت لك. ليه؟ ليه حضرتك ندمان ليه؟ ما حضرتك ممكن هتبقي عارفه ان هو سبايدر مان، فده هيبان في الشوت. لا يا فندم ده شغلي، انا ممثله جيده جدا والله العظيم، صدقني هحسسك ان انا ما اعرفش خالص اللي هو سبايدر مان. ما تعرفوش خالص؟ خالص. ما يبانش في عينيكي ولا هيبان، يعني لو هو بيتنطط جنبي كده وسبايدر بيطلع الخيوط ولا كاني شايفه حاجه. ما تصغرنيش عشان انا هدافع عنك. ما تقلقش والله ثق فيا. مين ده يا لهفه؟ مين ده؟ سكي سكي سكي. رندا البحيري. مش هرد، مش هرد يا رندا. 89 مكالمة فائتة. في ايه؟ هتموت على الدور. لا لا خلاص بقى حضرتك، الدور دوت بإذن الله هيبقى من نصيبي. هي فنانة يعني وعندها أدوار كتير، لكن أنا محتاجة الفرصة دي بعد إذنك. أمال كلمناكي امبارح ليه؟ قلت له يا صاحبي إحنا عايزين نضخ دم جديد. قال لي إيه؟ نضخ دم جديد يا صاحبي؟ قلت له أيوه. قال لي أوكي، شوف مين الدم اللي هنضخه، انت اللي هنضخك. ربنا يخليك، متشكره جدا جدا. بس انا قلقان، قلقان دلوقتي يكون بيكلم رندا اوكي وبيتفق معاها. لا لا لو سمحت بكلمه حضرتك، قول له ان انا خلاص تمام، انا ان في الشخصيه باذن الله. ما لحقتش، ما لحقتش اشحن كارت، انا جاي من تاكسي على هنا على طول. طب انا لسه شحن الرصيد قبل ما اجي، من فضلك حضرتك كلمه، قول له ده تليفون لهفه بطله العمل الجديد. بطله العمل الجديد؟ لا الصيغه في مكانها كويسه. اوكي بس اسمحي لي
ان انا اتكلم بره لان انا هتكلم عنك وهقول كلام حلو. ماشي. فما تحطنيش في حرج ان انا اتكلم على حد قدامه. وبعدين برضو انا واحمد في بينا يعني هزار، ممكن اهزر معاه بالايد زياده، ممكن اقول له جمله في التليفون انت استغربي، فاسمحي لي اكلمه بره. ماشي اوكي اتفضل. أوكي. بس أوكي. من فضلك توعدني اول ما تقول له خلاص اللي انا تمام خليني اسلم عليه. طبعا. وبعدين انت رقمك هيبقى على الموبايل هنا. ايوه بالظبط. انت عندك واتس؟ اه عندي. ده هو سهران على الواتس طول اليوم. ماشي. تلاقيش انا بسرعه. ها ماشي. انت مؤسسه شاطره جدا على فكره. ربنا يخليك يا وعينه جدا جدا. ربنا يخليك متشكره جدا. انا حسيت يعني انا حسيت من الاول. ربنا يخليك. بيبان على فكره والله بيبان. ميرسي قوي. حضرتك عندك نظره وانا مش هنسى وقفتك جنبي. انت اللي عندك نظره. ايه رايك؟ هايل هايل. ليه؟ وشوف الباب اجري. اوعى كده. هي جوز خالتي بنتك لمؤاخذه قرطاستك. ايه اللي انت بتقوله يا جدع انت ده؟ ولا عامل فيها راجل؟ اه. انزلوا بنفسكم شوفوها. طب يلا. تعالى ورينا المكان. اتفضل. اتفضل يا عم حلواني شوف بنتك قاعده مع مين. في ايه يا بابا؟ الراجل في الجيم ما جاش، بعت مدير اعماله، ايه الطفوله اللي انت فيها دي؟ خلاص يبقى تستنيه بقى لما يخلص جيم وتقابليه. ايه شغل الاطفال بتاعك؟ انا مش سايب حضرتك. معلش اللي هيدفع الحساب الاستاذ هو بيتكلم في تليفون بره، ماجد يوسف عمر. في ايه؟ اللي كان قاعد معايا دلوقتي. اللي كان قاعد مع حضرتك؟ ايوه. الاستاذ كان قاعد مع حضرتك مشي من شويه وقال لي سعادتك اللي هتدفع الحساب. ايه؟ مشي ازاي؟ ده معاه الموبايل بتاعي. يعني ايه مشي؟ هو الحساب كام؟ 1500 جنيه حضرتك. حطوا الحاجة بقى معاك باقي ف ما يكملش. أنا على عيني. طيب اطلب لنا شرطة السياحة أو شرطة المرافق. اتفضل يا ابني فلوسك أهي بالتمام والكمال. عيب. مظبوط كده يا حاج. يبقى خلي بالك يا أنسة عشان ده رابع بلاغ الشهر ده بالكيفية دي. واحد ينتحل صوت احمد السقا وينصب باسمه. طب ما يمكن يكون السقا هو اللي بيعمل كده فعلا. هو بيقول لحضرتك كده لان انا فنانه، يعني ممكن احمد السقا او غيره من الفنانين يكلمني عادي، يعني ممكن كريم عبد العزيز يكلمني عادي، احمد عز، احمد مكي، استاذ علاء مرسي. خلاص شكرا. شكرا يا نجمه. شكرا. احنا اسفين يا سيد حلواني على الاقلام اللي كلتوها. لا يا فندم اكل ايه وانا شبعت، انا لما اكل للصبح. والواد ابني ما شاء الله شاف شعره طلع من قفايين بس. تقدر تفضلوا. شكرا. ربنا يعينكم علينا يا باشا. اتفضل يا ابني تعالى كمل لك في البيت. عايزه تمضيني على وصل امانه يا خالته؟ ايه ده؟ تقضي على وصل امانه يا خالتتها؟ لا مؤاخذه بقى يا اخوي، اصل دي فلوس لا كلت ولا شربت بيها، دي فلوس جمعيه انا كنت عاملاها عشان اشتري البتاع اللي بيسخن ده اللي اسمه ميكروويف. عايزه البتاع اللي بيسخن عشان تستحمى. بابا وحضرتك معايا ولا معاها؟ ما تقلقيش يا لهفه. انا همضى انا الوصل ده مكانك. تمضي ايه؟ تمضي ايه يا عبيط انت؟ يا واد انت ابني يهبل. ده انت ابنها يهبل. وهي بنت خالتي. اسيبها بقى تتعرض للاستغلال والجشع اللي انت بتستغله لها ده؟ اخص عليك. عامل لي راجل وشه؟ ايوه. طيب امضي بس وحلات امي لو ما جبت الفلوس دي لكون سجناك بيهم. ايه رايك بقى؟ لهفه الحلواني. خالته لو سمحتي ادعي لي بس ربنا يفتح عليا ويكرمني وانا هسدد لك كل الفلوس دي. يا رب يا اختي. ضايقيش نفسك يا حبيبتي، هي الدنيا كده والحياه كده، يمشي كريم يجي السقا يجي مكي يجي حلمي. الساحه يا بنتي تساع لمليون واحد.